كفي المشوار الصباحي، كيف بدنا نقدر نفهم ليه فن الخطابة له علاقة بالتنمية الذاتية؟ كيف بيأثر عليه؟ كيف بيقوي؟ أول شيء فن الخطابة لمين موجه؟ يعني مين اللي قادر يطلع على المسرح ويعمل هيدا السبيتش ويقدر يعمل هيدا إذا بدكم هو منه حوار، هو عم يطلع بكل ثقة على هيدا المسرح مع صوته مع حضوره مع البادي لانجويج تبعه، وعم يقدر يكون عنده تأثير كتير كبير على الآخر ولكن من الشخص نفسه. كل التفاصيل مع معالجة النطق كريستال يوسف. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بس قلتي لي فن الخطابة، قلت أنا يا عم كريستال، بس جد قلت أنا النطق هو أهم شيء بفن الخطابة، يعني كل شيء بيطلع الصوت النبرة مخارج الحروف، مش مزبوط؟ هلا كتير مهم انه سالتي، هيك افتتحنا بهالطريقه، لانه انا بنفس الوقت معالجه نطق وصوت مثل ما كذا مره طالعين بمقابلات سوا، بس بنفس الوقت كمان انا مدربه على فن الخطابه ومهارات التواصل. هلا حلو انه حكينا بهالموضوع، تقليك كمان انه لانه كنت اشتغل لمده 10 سنين مع اشخاص بالغين وكبار بالسن على مواضيع التواصل وعلى مواضيع الصوت والالقاء والحكي والنطق وكل هالقصص، بعدين بعد 10 سنين قلت طب في كثير اشخاص ما عندهم يمكن مشكله، يعني ما في ديس اوردر، ما في اضطراب معين ولا في مشكله صحيه او طبيه معينه خلت الاشخاص ما يقدروا يتواصلوا، انما في كثير اشخاص بحياتهم اليوميه الشخصيه والعمليه بيعوزوا كمان مساعده او دعم او بعض هيك نصائح كرمال كيف نحسن هالمهارات. وهون هيك بلشت فتش على كيف ممكن انا كمان اطور حالي بهالمجال. وهون وصلنا انه اجمع الاثنين، يعني اعمل اذا بدك هالبريدج هالجسر بين التواصل كمهنه لها علاقه بالطب وبين كمان الاشياء اللي لها علاقه بفن الخطابه بالبزنس وورلد او حتى بالميديا او حتى هو لما بنقول على المسرح. يعني هو لما بنقول فن الخطابه هو فن صحيح، يعني هو مش كل حدا مؤهل يطلع يعمل هيدا الشيء، صح؟ أنا بقول أنه هو أكيد فيه كتير من الفن وفيه كتير كمان من العلم، يعني أنا برأيي it's an art but it's also a science، هو علمي كمان، لأنه هو مهارة فيك تكتسبيها وفيك تتعلميها. وكل شيء ممكن أن يعلم، يعني ممكن أن نتعلمه، نقدر نتعلم. فهو بنفس الوقت فيه فن، في ناس بتبقى دوي، في ناس بيبقى عندها مثل ما حدا بيخلق بتحس تبقى موهوبة، عندها موهبة أنه تعمل هيدا الشيء، وفي ناس بتضطر تعمل او بطريقه معينه بتضطر انه تكون عم بتكون بمحلات انها تخطب بالعالم او انه تكون موجوده على مسرح او بجروب كبير او باجتماعات. والناس بتفكر فن الخطابه يعني انا كل الوقت في مسرح وفي قدامي شي 50,000 شخص عم بحكي معهم. لا هي مش دائما هي مش دائما هيك. اوقات اللي حضرتك عم تعمليه على التلفزيون كل يوم فيه جزء كبير من فن الخطابه، اللي بنعمله باشغالنا كل يوم بالسيلز بالمبيعات بالتواصل مع الناس صح. بالكاستمر سيرفيس فيه فن الخطابه، اللي بنعمله هلا على السوشيال ميديا كل واحد منا صار عنده منبره الخاص بيطلع صحيح. بستوري بيطلع بريل، هيدا فيه فن الخطابه. اللي بنعمله اوقات بانترفيو مثل انك تكوني ضيفه او انك تكوني الانترفيور او الهوست فيه فن الخطابه، وبيتعمم على كثير اشياء. اوقات انك تكوني بميتنج باجتماع بشغلك مع ثلاث اربع اشخاص خلص صرتي عم تعملي عم تخطبي بالعالم. يعني طب قلتي كريستال انه هي بتبلش موهبه، بس في ناس يمكن ما عندها ابدا هيدي الموهبه، هل هو يدرس؟ يعني طبعا قلتي انه علم، يعني فاذا في قصص نحن اذا مشينا فيها بنقدر نوصل انه نقدر نستمتع بهالفن ونقدر نستخدمه. كتير حبيت شو قلت انه نقدر نستمتع، لانه انا فعلا هيدي رسالتي، يعني انا هيدا الشيء بحب اعمله من انا وكتير صغير، بتذكر كان عمري 3 سنين بالمدرسه كنت حب اعمل هيدا الشيء، وفعلا بحب وصل هيدا الشغف للعالم اللي بشتغل معهم، انه نحن قادرين نكون عم نستمتع، مش كل الوقت بدنا نكون خايفين ومبنكين وقت بدنا نطلع نحكي قدام العالم، بالعكس نحن بدنا عندنا رساله او عندنا هدف او عندنا مسج بدنا نوصله، فينا نكون عم نستمتع وطبعا فينا نكون عم نتعلم التقنيات. بس هون كمان بدي الفت النظر على شغله كثير بنشوف هلا على السوشيال ميديا كله ترانسفورم يور سيلف، كانه بدنا نحول الاشخاص، او مثلا انا بعلمك فن الخطابه بيومين، مش هيك الطريقه الصحيحه، مش عم اقول انه الاشخاص اللي عم يعملوا هيك غلط، بس اللي عم اقول انه الهدف من فن الخطابه انه نحن نكون عم نقدر نعمل لكل شخص القالب لإله، لأنه ما فيك تجي تعممي، يعني ما فينا أنا وياك يكون عنا نفس الستيل، مثل ما أنا وياك ما عنا نفس الوجه وما عنا نفس التياب وما عنا نفس
طريقة الكلام كمان ما رح يكون عنا نفس الطريقة بالخطاب تبعنا أو بالحوار تبعنا. فهون كتير مهم أنه حتى وقت نكون عم نساعد الأشخاص هن يعرفوا والشخص اللي عم بيساعدهم يكون عارف أنه نحن عم نعطي النصائح، عم نعطي الأمور العلمية، عم نعطي الباز، إنما كل شخص لازم يضل محافظ على هويته وعلى الأيدنتيتي تبعه وعلى إمضائه الخاص بهول الأمور. وهيدي الشغلة قد ايه بدها وقت؟ يعني بتفرق عند كل شخص كيف هو بيكون متلقي للمادة اللي عم تعطيه إياها؟ أكيد بتفرق حسب أول شيء شو بده الشخص من هيدا الموضوع. يعني أنا ليه بدي أطور حالي بفن الخطابة كرمال التنمية الذاتية تبعي، أو لأنه أنا بشغلي مطلوب مني أعمل هذا الشيء مضطر أعمله، أو لأنه أنا مرشح على الانتخابات، أو لأنه أنا بموقع بالشأن العام مضطر أحكي، أو أنا بدي أطلع على التلفزيون، أو أنا بدي أكون ضيف على التلفزيون وإلى ما هنالك من، أو أنا بدي أكون موتيفيشنال سبيكر على الانستغرام مثلا أو وسائل التواصل الاجتماعي. فهيدي بتفرق. بتفرق كمان الباك جراوند تبع الشخص، هو قد ايه فعلا فايت بهذا المجال، قد ايه عنده خبره، قد ايه عامل هذا الشيء من قبل، اذا مرن قبل او لا. وبتفرق على هو اليوم وين. يعني انت اول ما يوصل لعندك شخص بدك تعملي تقييم مثل بكل شيء، تشوفي انت وياه شو خطه العمل اللي بدنا نحطها، نحن على شو بدنا نشتغل، بدنا نشتغل اكثر على لغه الجسد، او بدنا نشتغل اكثر على الصوت، او بدنا نشتغل اكثر على الرساله او المساج اللي نحن بدنا نوصله بحد ذاته، او لا في قصص اكثر تبقى اوقات مرتبطه بقد ايه نحن بنخاف قدام الكاميرا، لانه بدها ثقه كثير كبيره. هون لما بنقول انه هو يرتبط بالتنميه الذاتيه، يعني نحن اليوم شئنا ام ابينا بدنا نقوي شخصيتنا، بدنا نقوي ثقتنا بحالنا، بدنا نقوي حضورنا. يعني ممكن يكون حدا صوته واطي، يعني بده يشتغل على الصوت، بده يشتغل على الحضور، بده يشتغل على انه ما بعرف قد ايه فينا نخلق كاريزما. يعني يمكن اذا بنشتغل كثير ممكن يصير في عنده قبول عند الناس لتتقبل يلي عم يطلع منه. أكيد أنه فينا، أكيد في ناس عندها هيك المحبة من عند الله بيقول، ما هي يعني كاريزما معقول أنه موجودة، بتبقى في ناس عندها إياها، يعني خلقها في حضور. ما بعرف قدي في ناس بتقدر على لما تتعب كتير وتشتغل كتير وتحضر كتير مثل ما نحن بنعمل، ما بعرف قدي بتقدر تخلق هيدا الموضوع في مكان ما. فينا يعني نتعلم إلى حد ما، بلا فينا نتعلم أنه نكون عم نخلق رابط مع العالم ونعرف كيف نحكي معهم ونعرف كل شخص. كمان فيها كتير، ليش أنا دايما بقول الفن الخطابي هي إذا بدك ريسيبروك، يعني هي بتخليك يصير عندك تنمية ذاتية، وبنفس الوقت كل ما أنت تكبري ويكون عندك هالتنمية الذاتية وتشتغلي على حالك أكتر وتكتسبي ثقة أكتر بحالك وتعرفي حالك وتعرفي الآخر أكتر، كل ما هيدا فن الخطابي عندك وهالمهارات تبع التواصل رح تتحسن تلقائيا، لانه انت صرت تقدري تقري الاخر. أوكي. صرت تقدري تعرفي هالجمهور اذا كان شخص او اذا كانوا 20,000 شخص. صح. انا كيف بدي اتواصل معهم، كيف بدي اوصل لقلبهم ولعقلهم ولروحهم، كيف بدي احرك شيء فيهم، كيف بدي اسمح لهم يسمعوا اللي انا بدي اقوله وخليه ياثر عندهم. لانه كمان طبعا. هلا نحن صرنا بعصر انه كثير صار في معلومات وكثير صار في وجود وكثير صار في تاثير من كثير اشخاص ومن كثير بلاتفورمز عم. صح. تقدر توصل تاثر علينا. فهون كثير مهم انه انت تطبعي او تتركي هالبصمه المميزه، كل واحد فينا يقدر يترك بصمته. أوكي. المميزه. فاكيد نحن لما نشتغل على حالنا بفن الخطابه وبمهارات التواصل كثير بنعزز الثقه بالنفس. أوكي. وكل الدراسات أثبتت هذا الشيء، حتى الدراسات الحديثة بتقول أنه وقت تشتغلي على فن الخطابة وتطوري هول المهارات عندك، فرصك بالتقدم بالعمل وبالترقية بتكون أكبر من الأشخاص اللي ما عندهم هول اللي بنسميهم soft skills. وهلأ بهالأيام ماريات كلنا بنعرف مع الذكاء الاصطناعي، مع وسائل التواصل الاجتماعي، المعلومة صارت كتير قريبة. يعني هي منا القصة قصة تقنيات ومعلومات، أكيد الشهادات والعلم بضل لهم مطرحهم وهن الاساس، بس اليوم اذا بدك التشيري اون توب، الشيء اللي بيعمل النكهه المطيبه بالوصفه تبع كل شخص منا، هن هاو المهارات اللي لهم علاقه بالثقه بالنفس، بالمهارات التواصل، مهارات الخطابه، مهارات تقديم شيء معين برزنتيشن سكيلز، او المهارات التواصليه حتى على الصعيد الفردي. يعني انت كيف بتكوني تيم بلاير، كيف انت بتقدري بقلب فريق العمل تبعك توصل الفكرة، أو تكوني مستمعة جيدة، أو تكوني متعاطفة. كل هول المهارات هن اليوم بعصرنا حتى بكل الشركات وعالميا كل الدراسات أثبتت أنه هول هن المستقبل. إذا بدي طب أنا إذا بدي أحكي عن نقطة كتير مهمة، في ناس أوقات، لأنه تأجمع هيك كمان شغلك كريستال، الصوت عندها بيبقى بيرجف أو بيبقى بيستحي أو بيبقى واطي، يعني هون كيف بينشغل معهم وهل بيقدروا عن جد هن
يعملوا هالمجهود الكبير ويقدروا يتحولوا من خلال اللي رح تشتغلي معهم؟ هلا الصوت عالم بحد ذاته وعالم كتير كبير، هون كتير بفوت دور إذا بدك الباك جراوند تبعي كمعالجة نطق وصوت، لأنه كمان عندك الباك جراوند الميديكال، يعني عندك الباك جراوند الطبي، بدك تشوفي أول شيء إذا الشخص عنده مشكلة معينة بالصوت، يعني بنفسه بصوته بالأوتار الصوتية، أو بدك تشوفي إذا المشكلة أكتر مرتبطة به هو كيف عم بيستعمل هالصوت، كيف عم بيوصل صوته أو كيف عم يستخدم التغيرات بالصوت تيوصل رسالة معينة أو فكرة معينة، أو إذا أوقات بتكون كتير مرتبطة بالخوف، يعني بتعرفي حضرتك وقتها بنكون خايفين ومتنكين أول شيء بيجروا فينا هو صوتنا بيبين، بيقولوا أصلا حتى بالإنجليش بنقول مثلا she sounds confident، ما بنقول she looks، يعني بنقول أنه حسيناها سمعناها أنه واثقة من نفسها، فالثقة كمان كتير بتبين من خلال الصوت، والصوت هو هوية للشخص، يعني هلأ أنت إذا ما منعرف ما عم نشوفك بس منسمعك نعرف أنه هيدا صوت ماريات مثلا، فهون كتير مهم أنه نمكن الشخص اللي عم نشتغل معه أنه يكون واعي على كل هالأمور وبنفس الوقت يعرف يستخدمها لصالحه ولأهم شيء صالح الرسالة أو الهدف أو المساج اللي هو بده يوصله من خلال الحديث تبعه. يعني ما لا يمل من هيدا الحديث كريستال، يوم فتحتي لنا على كل حال أفاق على مهنة تانية أنت كمان عندك إياها موجودة مخفية اكتشفناها فيك بهيدي الحلقة، شكرا كتير على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وشكرا على كل شيء هيك حلو دايما بنعمله، يعني من خلال هالحديث كمان اليوم قدرت تأثري بكتير ناس وقدرت تأثري بكتير أشخاص يمكن عبالهم أنهم يبلشوا بهيدا الموضوع ما عم بيعرفوا كيف. انا بدي اختم بس بشيء، اول شيء بدي اقول لك ثانك يو على الاستضافه، وبدي اقول انه بهالزمن بعرف قد ايه كثير صعب علينا انه نكون عم نفكر بتنميتنا الذاتيه وقد ايه نكون عم نحط تقدمنا بحياتنا الشخصيه والعمليه اولويه، قد ما في كثير اشياء عم تشغلنا وقد ما في مقاسي حوالينا، قد ما في وجع بقلبنا وبحياتنا اليوميه، انما بدي اقول انه اهم طريقه لنحن نقدر نضل موجودين تنكمل وتنكون عايشين، مش بس عم نكون موجودين وعم تو سرفايف، يعني تنكون فعلا عم نعيش، هي انه نضل عم نشتغل على حالنا، نضل متكمشين بهيدا التقدم والتطور الذاتي والعملي، لانه ما في شيء غيره رح يقدر يوصلنا ويخلينا نوقف على اجرينا ونتميز بهالعصر يلي صار فيه كثير اشخاص عم تبرع. صح، شكرا كثير لك كريستال، اهلا وسهلا فيك.